وعراقة. كوريا الجنوبية تعتزم بناء خزانات نفطية تحسبا من انقطاع إمدادات النفط عبر مضيق هرمز وانفلات أسعار النفط. المالكي يتعهد بضبط الإفادات والنفقات في الدولة بموازنة 2014. الحكومة المحلية بالبصرة ترفض اقتطاع أي مبلغ من موازنة المحافظة للعام المقبل. مشاهدين أهلا بكم إلى نشرة الاقتصاد من قناة التغيير. توقع حسين الشهر الثاني نائب رئيس الوزراء العراقي أن يصبح العراق المجهز الرئيسي للنفط في العالم بعد تطوير حقوله. جاءت هذه التصريحات خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية. الاتجاه شرقا السمة الرئيسية للاقتصاد العراقي حسب ما أكد مراقبون اقتصاديون. آخر الخطوات العراقية جاءت بعد زيارة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهر الثاني إلى كوريا الجنوبية خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي 22 في مدينة دايغو بكوريا الجنوبية. ولعل من أبرز الملفات المعلن عنها هو عزم كوريا الجنوبية بناء خزانات نفطية. تأتي هذه الخطوة الكورية تحسبا من انقطاع إمدادات النفط عبر مضيق هرمز في منطقة الخليج العربي، وتأتي أيضا تحسبا من ارتفاع منفلت لأسعار النفط من شأنه تقويض الاقتصاد الكوري المزدهر. الشهرستاني أكد أن العراق يعمل على زيادة إنتاجه النفطي وسيكون المجهز الرئيسي للنفط الخام في العالم، منوها إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الناحية الاقتصادية كونها تعد المجهز الرئيسي للنفط الخام على نطاق العالم. وأضاف أنه من المتوقع أن يكون 93% من الزيادات في الإنتاج النفطي العالمي من هذه الدول وخاصة العراق. وأوضح أن العراق يعمل الآن على زيادة إنتاجه وسيكون المزود الرئيس للنفط الخام في العالم من خلال تطوير الحقول النفطية وزيادة الاستثمارات الأجنبية رغم عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والذي يشكل مصدر قلق عالمي بشأن تجهيز النفط. وكان الشهرستاني بحث في وقت سابق من العاصمة الكورية سيول مع وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري سانكيون التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركات الكورية، وأشار إلى أن الخبرة التي تمتلكها تلك الشركات في مجالات متعددة خصوصا في قطاعات الطاقة والإسكان والموانئ، مؤكدا أن العراق مستعد لتجهيز كوريا بكمياته اللازمة من النفط الخام وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. من جانبه شدد الوزير الكوري على ضرورة تشجيع القطاع الخاص لتطوير الاستثمار في العراق وتنفيذ المشاريع الضخمة ومنها ميناء الفاو الكبير. هذا وينتج العراق في الوقت الحالي 3.3 مليون برميل من النفط يوميا، ويهدف إلى زيادة إنتاجه إلى 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام. أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أن موازنة العام المقبل اتجهت نحو ضبط النفقات ومنعت جميع المشتريات من سيارات وأثاث الدوائر والأجهزة والكماليات. المالكي أشار إلى أنها ضبطت أيضا الإفادات والمبالغ المخصصة لها، منوها إلى أن ضبطها أمر ضروري لأنها أجهدت الدولة. وقال نوري المالكي خلال كلمته الأسبوعية أن الموازنة الجديدة تتجه نحو زيادة المبالغ المخصصة للمشاريع الإعمارية التي تتمثل بمشاريع السكن والصحة والتربية والطرق والجسور والموانئ والمطارات وبناء المدارس والجامعات.
أعلن رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة أحمد الصليطي رفض الحكومة المحلية بالبصرة اقتطاع أي مبلغ من موازنة المحافظة للعام المقبل، وكشف في بيان عن عزم الحكومة المركزية صرف المبالغ المخصصة للبصرة من عائدات البترودولار بواقع دولار لكل برميل نفط منتج بدلاً عن 5 دولارات، والتي أقرها قانون مجالس المحافظات. وقال أن هذه النية جاءت بسبب عدم استعداد وزارة المالية دفع تلك المبالغ بعد إعدادها للموازنة لعام 2014 وتوزيع الموارد على الوزارات والمحافظات الأخرى. دعا محمد طاهر نجم التميمي محافظ البصرة وكالة إلى مشاركة الشركات الروسية في عملية إعادة إعمار البصرة، وجاء ذلك خلال لقاء التميمي مع خبراء روس بحضور القنصل الروسي فاكيف دارييف. وأشار التميمي إلى أن محافظة البصرة أصبحت محط أنظار الشركات العالمية الكبرى لما تمتلك من مشاريع استراتيجية وسوق اقتصادية رائجة، وأوضح أن البصرة لديها فرص استثمارية ومشاريع كبيرة تتلائم مع ميزانيتها المخصصة سواء من تنمية الأقاليم أو الواردات الإضافية. وأوضح عبد الحي أنه بعد عيد الأضحى مباشرة يتم توزيع الأغطية الزراعية التي تستخدم للزراعة المنخفضة كمرحلة أولى للقطاع الصحراوي الذي يشمل مزارع غرب البصرة وجنوب ذي قار حتى نهاية الحدود العراقية الكويتية في أم قصر. وطلب وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي لجنة العمل النيابية وأعضاء مجلس النواب بسرعة إقرار قانون زيادة الرواتب الرعاية الاجتماعية وتضمينه في موازنة العام المقبل. وتساءل الربيعي أي مواطن راتبه الشهري 105,000 دينار فقط فهو تحت خط الفقر. وقد بلغت نسبة الفقر في العراق نحو 30%. لمزيد من التفاصيل شاهدوا التقرير التالي. أكثر من خمس الشعب العراقي تحت خط الفقر حسب إحصائية نشرها صندوق الأمم المتحدة للأطفال. تقارير صحفية منشورة بيّنت أن أول إحصائية لوزارة التخطيط العراقية من عام 2006 أظهرت أن نسبة الفقر نحو 30%. سبب ارتفاع معدلات الفقر في العراق أرجعه الخبراء إلى سوء إدارة توزيع الموارد طبقا لما أكده المختص بالشؤون الاقتصادية عزت صابر. الخبراء الاقتصاديون اقترحوا على رئيس الوزراء نوري المالكي إحالة أو تقليص المبالغ الضخمة المخصصة لشراء الأسلحة إلى قطاع الاستثمار وتأمين فرص العمل، لا سيما وأن الملف الأمني خصص له 20% من الموازنة البالغة 138 مليار دولار. الإحصاءات تشير أن كل شخص في العراق يقوم بإعالة 4 أشخاص، كما أن حوالي 600,000 عائلة تعال من قبل النساء، موضحة أن ارتفاع نسبة الفقر في العراق ليس بسبب عدم توافر الأموال، إنما بسبب سوء إدارة الموارد والفساد الطاغي والمتمدد في مفاصل الدولة كافة. احنا ناس عطالة بطالة جايين، احنا جايين هسه من الناصرية، اكثر هاي العمال هاي بالمصدر هسه جاية من الناصرية. والله ما اكثرهم هسه اللي بيهم قاعدين يمكن بيهم 5 أيام 7 أيام ما عندهم مصرف. احنا نطالب من الحكومة نريد توفر لنا مشاريع، توفر لنا شغلات، تخلصنا من البطاله هاي اللي بيها احنا. انا هسه والله برقبتي 8 نفرات، 8 نفرات ما املك اي شيء، حتى بيت ما عندي. من جهه اخرى،
بيّن خبراء اقتصاديون أن الحكومة تزعم بأن معدل البطالة انخفض من 18% عام 2008 إلى 11% فقط العام الماضي، إلا أن ذلك يختلف بشكل كبير عن حقائق أرض الواقع بحسب تقارير أممية. تفاصيل معدل البطالة في مدينة كركوك الغنية بالنفط يبلغ 2%، فيما تجاوزت نسبة البطالة في الأنبار 18% طبقا للإحصائيات الأممية. قضية فساد تلو الأخرى، لكن التساؤلات التي تطرح نفسها في الوقت الراهن: إلى متى سيستمر الفساد في العراق دون ما محاسبة؟ وإلى متى يستمر غض الطرف الحكومي عن معدلات الفساد المتغولة؟ والآن مشاهدينا ننتقل إلى واشنطن لنقل كلمة للرئيس الأمريكي باراك أوباما. Is that it turns out smart effective government is important. It matters. I think the American people during the shutdown had a chance to get some idea of all the things large and small that government does that make a difference in people's lives. تعهدت محافظة بابل بالتخلص من المدارس الطينية ضمن موازنة العام المقبل، مؤكدة أنه خلال السنتين القادمتين لن تبقى مدرسة طينية في المحافظة حسب ما قال عضو المحافظة محمد المسعودي، وأوضح أنه سيتم تخصيص حصة الأسد ضمن الموازنة لقطاع التعليم من أجل القضاء على المدارس الطينية بشكل نهائي. وأضاف المسعودي أن المحافظة سعت منذ عام 2006 إلى التخلص من المدارس الطينية وأزالت 700 مدرسة طينية، ولم تتبقى في المحافظة سوى 85 مدرسة سيتم التخلص منها في حلول السنتين المقبلتين. مشاهدينا النشرة مستمرة وفيها لكن بعد الفاصل. الحزبان الجمهوري والديمقراطي يتفقان على إنهاء أزمة الدين. مسؤول روسي يقول أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي يقترب من الصفر. مشاهدين أهلا بكم من جديد. قال تقرير اقتصادي متخصص أن اكتفاء أمريكا ذاتيا وإغلاق مضيق هرمز يهددان نفط الخليج، وتوقع أن تشهد السوق النفطية العالمية عددا كبيرا من التطورات العام المقبل. يأتي ذلك في ضوء الإعلان عن الاكتشافات الجديدة في عدد من دول العالم، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقال التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي الكويتي للدراسات الاستراتيجية أن هناك تحديات تواجهها الدول الخليجية النفطية، من أبرزها ما يعرف بثورة النفط والغاز الصخريين التي تشهدها الولايات المتحدة. الحج فريضة على المسلمين، ولكن من استطاع أداءها واعتاد الناس اقتناء بعض الهدايا من سوق الحج كتذكار لأصدقائهم وأقربائهم بعد عودتهم من هذه الفريضة. مزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي. تشهد أسواق الحج حركة شرائية كبيرة للهدايا للأشخاص في البلدان الأخرى.
التي تعتبر رمزا من مكان مقدس يحمل الكثير من المعاني الإسلامية الجميلة، لا سيما وأن هذه العادة محببة للزائر لبيت الله الحرام، وتقرب المسافات لغير الزائر عبر هذه الهدايا الرمزية. ويرى الحاج شراء الهدايا من هنا فرصة ثمينة، حيث المكان قريب من المسجد الحرام. أنا أول زيارة لي إلى المملكة العربية السعودية المدينة المنورة، والحمد لله شعرت بارتياح أول ما دخلت المدينة، وخاصة المسجد النبوي. الحمد لله، وأنا إن شاء الله بكرر هذه الزيارة، والأسواق واسعة جدا وكل شيء موجود الحمد لله في الأسواق، والسوق جيد وممتاز، يعني موفر كل شيء، كل شيء متوفر، أشياء ذكريات، أشياء ذكرى واحد يأخذ للأولاد وللأهل وللأصحاب. العود يعتبر من أثمن الهدايا التي تقدم في المناسبات الطيبة ولمختلف شرائح المجتمع، حيث إن استخدام العود والعطور الشرقية في السعودية والخليج جزء لا يتجزأ من شخصية المواطن الملتزم بالتراث والعادات الأصيلة. ويعتبر العود رمزا للثقافة الخليجية والمحلية، فضلا عن قيام شركات الحج من الداخل والخارج باستخدام بخور العود خلال أيام الحج وتقديم بعض الهدايا للحجاج. تباع الهدايا بأشكال مختلفة وبأسعار قليلة تجذب السائح، ليخرج من المكان بفرحة تغمره بما يحمل من قلب الحاج الذي لم ينسى أهله وأصدقائه من الهدايا. الأيام هذه هي يعني زي ما تقول أحسن أيام الموسم في المدينة المنورة. الحمد لله، هذا من فضل الله، والسوق ماشي كويس الحمد لله. في كثير حجيج بيجوا. الحمد لله من جميع الجنسيات. وبهذا يزيد موسم المبيعات في فترة الحج التي تعود بالمردود الكبير على التجار هناك، حيث تعتبر هذه الأيام المباركة أكثر أيام الحركة الشرائية نشاطاً في السوق السعودي. ونبقى في أجواء الحج، حيث ينفق الحجاج أكثر من 10 مليارات ريال تقريباً على الهدايا الصغيرة التي يعودون بها إلى أسرهم وذويهم. هذا ما دعا عدداً من الاقتصاديين للمطالبة بضرورة تعزيز اقتصاديات الحج والعمرة في السعودية عبر افتتاح مصانع صغيرة ومتوسطة لإنتاج هدايا الحجاج. هذا وقد أشار الاقتصادي أحمد العويفي إلى أن إنشاء مصانع صغيرة لإنتاج هذه المنتجات يقلص من فاتورة استيراد هذه المنتجات البسيطة بنسبة 50% على الأقل، خاصة إذا تم الإنتاج على نطاق واسع وعلى مستوى عال من الجودة. نظرا لارتفاع أسعار الذهب وسط غلاء معيشي في كل الجوانب، بدأ بعض الناس يتوجهون لشراء الذهب الروسي في مناسباتهم. ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي. ليس كل ما يلمع ذهبا، مثل متعارف عليه عبر الأجيال، ولكن ما يؤكد هذا المثل حاليا هو انتشار ذهب مقلد أو ما يطلق عليه بالذهب الروسي. فبعض الناس تلجأ للذهب الروسي بدلاً من الذهب الأصلي، تماشياً مع تدني الأوضاع الاقتصادية من ناحية وارتفاع أسعار الذهب بشكل لافت. وينتشر هذا النوع من الذهب عند المقبلين على الزواج، حيث يتم شراء شبكة العروس من الذهب المقلد عند بعض الناس لنقل صورة اجتماعية معينة. أكيد، لأنه ظاهرة كتير حلوة والواحد مش قادر يشتري ذهب، فالروسي أدى الحاجة وزيادة يعني، وحلو في يعني شغلات حلوة كتير فيه. الذهب الروسي هو صورة تبقى الأصل عن الذهب الأصلي في الشكل فقط، إنما في المضمون فإن الفارق كبير بين الاثنين. فالذهب الروسي هو عبارة عن نحاس مطلي بالذهب أو بمكونات الذهب بكمية قليلة، كأن يتم طلاء كيلو نحاس بغرام واحد من الذهب. الذهب الروسي هو بالأصل يعني كان ذهب يجيبوه الشيشان معهم هم جايين على الحج، بمروا بالبلاد العربية، ففترة يعني كانوا يعملوها زي تجارة وسفر، ففترة تجارتهم كانوا يجيبوا الذهب عيار 9 وعيار 12 وعيار 14، فلما كان الذهب رخيص هذا هو الذهب الروسي، كانت أسعاره قليلة، فكان هذا هو الذهب الروسي يبيعوه يعني خلال تجوالهم بالبلاد، هم رايحين على الحج وهم راجعين من الحج. هذا هو الموديلات، نفس موديلات الذهب،
ونفس الأشكال قريبة كتير من موديلات ذهب ومطلية، بس إنه يعني مش ما فيها نسبة ذهب يعني إذا بتجي بتحلل القطعة ما بيطلع فيها والله كمية معينة من الذهب. أما الذهب الروسي لا، هو ذهب قائم لحد الآن بالداول وبينباع وبينشر، يعني سعر الجرام ملا بحدود 15 دينار هيك شيء. وهناك طرق للحفاظ على عمر الذهب الروسي قدر الإمكان عند المرأة، فعدم اقترابه من المواد الكيميائية يضمن له البقاء طيلة الحياة، إضافة إلى الاحتفاظ به بأماكن تقيه من الصدأ كعلبة محشوة بالقطن. هذا العمر يحد عن عملية الاستعمال. هل عملية الاستعمال تعد قليلة جدا لهذه المنتجات؟ مثلا عندنا بعض المنتجات تدوم أعمارها حسب الصناعات أو حسب المواد اللي تضاف إلها من هاي الألوان، ماشي، تضاف بين 50-60% من هاي المواد اللي بتحافظ عليها. هل هاي طريقة المحافظة عليها لابتعادها عن أي مواد كيماوية أو العطور، ماشي؟ أما إذا كانت في ناحية غسل اليدين أو هاي ما بتأثر عليها 100%. لا شك أن هذه الأزمة الاقتصادية عادت بالمردود القليل على بائعي وصاغة الذهب الأصلي، ما يجعلهم مستائين أحياناً من وجود منافسين لهم يبيعون الذهب المقلد بأسعار قليلة تزيد إقبال الناس عليها في مناسبات الزواج عوضاً عن الذهب الأصلي. هلا وما أثر على الزبون، بأثر علينا كإحنا كصاغة، على الزبون عم بدور على الإشي الأوفر إله. احنا كساغات اثرنا فيه، بس الزبون بيجهل شغله واحده، انه في بيوم من الايام اذا اضطر انه يبيع هذا الذهب الروسي ما بنباع معه، لانه عباره عن اكسسوار مش ذهب. عرفت كيف؟ واحنا كذا محلات ذهب يعني كثير تاثرنا في هذا الشيء، لانه تقريبا 90% من الموديلات الموجوده في الذهب محلات الذهب الروسي شبيهه لمحلات الذهب، نفس الطقومه نفس الخواتم نفس الشيء، والزبون هو بدور على مصلحته انه يوفر حاله يعني، بس اثر علينا احنا كمحلات ذهب. يبدو أن عيار الذهب ما زال في ارتفاع عالميا ومحليا، ومن ناحية يتمسك الناس به عند العرس وآخرين يفضلون العرس بدونه كونه يزيد من ميزانية الزواج. الذهب الروسي هو المهرب الوحيد لذوي الدخل المحدود أمام هذه الأزمة الاقتصادية ليكون بديلا اجتماعيا وقت الأعراس. أي أبو علي، قناة التغيير، عمان. سجلت الأسهم أرباحاً في بورصة السعودية بلغت 196 مليار ريال منذ بداية العام الجاري، ويأتي ذلك بعد ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق بنسبة 14% إلى 1,600,000,000,000 ريال في آخر جلساتها قبل عيد الأضحى المبارك، مقارنة ب1,400,000,000,000 ريال بنهاية العام الماضي. وأظهر تحليل أن قطاع الصناعات البتروكيميائية يستحوذ على قرابة ثلث هذه القيمة السوقية بنسبة 30%، حيث بلغت القيمة لقطاع البتروكيميائيات 477 مليار ريال تقريبا. توقع خبراء زراعيون تراجع محصول الزيتون في غزة بنسبة 44%، ويعاني القطاع الزراعي هذا العام نقصا كبيرا من محصول الزيتون بمختلف أنواعه، حسب نائب مدير دائرة الإرشاد في وزارة الزراعة بالحكومة المقالة في قطاع غزة فتحي أبو شمالة، وأضاف أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج هذا العام إلى نحو 10,000 طن مقابل 18,000 طن العام الماضي، وبتراجع نسبته 44%. وقال أن نقص محصول الزيتون يرجع إلى الظروف الجوية وتغير الإنتاج الطبيعي بين عام وآخر. توصل الحزب الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق حول الميزانية بحسب أحد أعضاء المجلس، جاء ذلك قبيل ساعات قليلة فقط من انتهاء المدة الممنوحة لوزارة الخزانة الأمريكية من منعها من الاقتراض، ولم تتكشف بعد تفاصيل الاتفاق الأخير، حيث يعقد المشرعون اجتماعا لمعرفة فحوى اتفاق القادة، وفي حال توصل مجلس الشيوخ إلى اتفاق يتعين المصادقة عليه في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون والذي يرفض فيه فصيل حزب الشاي حتى الآن وبقوة التوصل إلى تسوية.
أعلنت وكالة التصنيف المالي ستاندرد أند بورز أن تعثر إقرار الميزانية في واشنطن الذي أرغم مئات الآلاف من الموظفين الأمريكيين على البقاء في منازلهم لأكثر من أسبوعين سيكلف الاقتصاد الأمريكي 24 مليار دولار. وقالت الوكالة أن الإغلاق الجزئي للخدمات الفيدرالية سوف يؤدي إلى تراجع نمو صافي الإنتاج المحلي الأمريكي في الفصل الرابع من السنة هذا، وتوقفت الإدارة عن العمل جزئيا منذ الأول من تشرين الأول بسبب الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس حول الميزانية ورفع سقف الدين. قال نائب وزير الاقتصاد الروسي أندري كليباتش أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من هذا العام كان قرب الصفر، وأن الرقم في العام كله سيأتي دون توقعات الحكومة. وأضاف أن الاقتصاد سينمو على الأرجح بنسبة 1.5 إلى 1.6%، وذلك مقارنة مع التوقعات الرسمية للوزارة بنمو نسبته 1.8%، وهو مستوى وصفه بأنه يبدو الآن متفائلا في ضوء الأداء الخامل للاقتصاد في الربع الثالث. قال منظمو مؤتمر اقتصادي نادر في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ أن البلاد تأمل إنشاء مناطق اقتصادية جديدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تحتاجها البلاد بشدة من أجل تعزيز الاقتصاد المتباطئ. وقال ريتشول سوك نائب رئيس الجمعية الكورية للتنمية الاقتصادية التي تستضيف المؤتمر أن هذه المناطق قد بدأ إنشاؤها بالفعل في أنحاء مختلفة من البلاد. وبدأ المؤتمر الذي يستمر يومين بحضور أكاديميين وخبراء من 13 دولة و60 مشاركا من كوريا الشمالية. أكدت مؤسسة DHL العالمية للخدمات البريدية والشحن السريع اهتمامها بتعزيز وجودها في أسواق إفريقيا التي تعد أحد أهم الأسواق الصاعدة لعمليات المؤسسة. وأشارت المؤسسة إلى أنها الآن تعمل في 50 دولة إفريقية، وأن عدد العاملين في إفريقيا للمؤسسة قد بلغ 4000 عامل. وقالت تشارلز بريور مدير عام DHL إكسبريس إفريقيا أن مؤسسته قد دشنت في العام 2012 مقارا لها في زامبيا والسنغال، مستكملة بذلك تغطيتها لكافة دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. زمزم وهو بئر يقع في الحرم المكي ومن الأماكن المقدسة للمسلمين لما يحمله من معان دينية، أفادت العديد من الدراسات بأهميته. وللمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي. خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، كما قال أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زمزم العين المباركة التي غسلت قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طست من الذهب يشرب منها ضيوف الرحمن. حفر بئرها بجناح جبريل وسقت الملائكة مياهها من أنهار الجنة غوثا للسيدة هاجر وابنها الرضيع إسماعيل عليهما السلام. مهنة السقاية مهنة لها جذور عميقة وأصول عريقة، ومن المهن الشريفة التي خص الله بها أهل أم القرى منذ عهد قصي بن كلاب الجد الرابع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه المهنة تتوارثها طائفة الزمازم في مكة المكرمة، وتتضافر جهودهم في سقية ضيوف الرحمن جميعا دون استثناء من ماء زمزم الطهور المبارك أينما تواجدوا في الديار المقدسة، فهو للخائف أمان وللمريض شفاء وللجائع طعام، ولا يخالط شاربه لإيمانه القاطع بأسراره. الحقيقة مهنة الزمازمة هي مهنة السقيا، سقيا حجاج بيت الله الحرام في مساكنهم في مكة المكرمة. هذا العمل الأساسي للزمازمة. طبعا الحقيقة هذه المهنة هي مهنة متوارثة من الآباء والأجداد من زمن قديم، فكانوا الزمازمة بيستقبلوا الحجاج القادمين إلى مكة بشربة من ماء زمزم
وهي يعني أفضل شيء استقبال الحج والبشاشة في وجوه الحجاج. بعد تعقيم مياه زمزم بمرشحات رملية وبالأشعة فوق البنفسجية، يتم تعبئتها في عبوات بلاستيكية بطريقة آلية. في البداية يتم غسل العبوات عبر مراحل عدة تبدأ بالهواء وتنتهي بمياه نقية، وتتم تعبئتها بعد ذلك بمياه زمزم، وتمر العبوات بعد ذلك بمراحل إغلاق عدة حتى لا تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة. مياه زمزم نبع من الجنة، يرتوي منها الناس البركة والعافية، وتتدفق بنعمة من الله، وتروي كل موسم حوالي 4 ملايين حاج وحاجة. أطلقت مجموعة تصنيع الهواتف الذكية الكندية بلاك بيري حملة ترويجية في مسعى منها إلى طمأنة زبائنها حول وضعها، بعد أن أثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبل الشركة التي كانت تهيمن على جزء كبير من سوق الهواتف الذكية حول العالم، إلا أنها تراجعت بشكل كبير مما أكد قرب إفلاسها. في مسعى منها لتطمين مستخدميها، أطلقت مجموعة تصنيع الهواتف الذكية الكندية بلاك بيري حملة ترويجية جديدة، بعد أن أخذت التقارير تشير إلى قرب بيع الشركة التي كانت في يوم من الأيام من بين الأبرز إن لم تكن الأبرز في سوق الهواتف الذكية حول العالم. وجاء في رسالة أرسلتها بلاك بيري لتنشر في صحيفة واشنطن بوست وغيرها من وسائل الإعلام: يمكنكم الاستمرار في الاعتماد على بلاك بيري، فالشركة تقوم حاليا بإعادة هيكلة مجموعتها بهدف تخفيض النفقات بنسبة 50% وتعزيز فعاليتها. وقالت المجموعة بأنها تمر بأوقات عصيبة، لكنها أكدت أنها تتخذ قرارات صعبة لتعزيز مكانتها. وتدرس بلاك بيري حاليا عدة خيارات استراتيجية، وهي لا تستبعد احتمال بيعها، وهي قد وقعت على خطاب نوايا لعرض شرائها بقيمة 4.7 مليار دولار من قبل صندوق فايرفاكس انترناشنال هولدينغز ليميتد، لكنها تركت المجال مفتوحا أمام عروض أخرى. وكان مايك لازاريدس أحد مؤسسي بلاك بيري قد كشف الأسبوع الماضي في مستند قدم إلى سلطات البورصة إنه زاد أسهمه في الشركة وهو يعتزم التقدم بعرض لشرائها، غير أن بعض المحللين يعتبر أن بلاك بيري قد تأخرت كثيرا في مجال الهواتف الذكية، بحيث أن الحل الوحيد هو تفكيكها للمحافظة على برمجيتها وخدماتها. وتضم الشركة اليوم 70 مليون مشترك من أنحاء العالم أجمع، لكن أغلبيتهم يستخدمون نماذج قديمة من هواتفها، في حين أن نماذجها الجديدة العاملة بنظام بلاك بيري 10 لم تستقطب قاعدة واسعة من الزبائن. وقد أعلنت بلاك بيري الشهر الماضي عن نيتها تسريح 4500 موظف بعد تكبدها خسائر بقيمة 965 مليون دولار. ذكر تقرير الإميك مجلس معلومات سوق السيارات أن ماركة هيونداي التابعة لشركة جي بي أوتوكبور استطاعت أن تقتنص المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 16%. هذا وأوضح التقرير أنها استطاعت تسجيل بيع حوالي 1899 سيارة خلال آب الماضي 2013، مقارنة ببيع حوالي 4283 سيارة في آب 2013. وصلنا للختام، وهذا تذكير بأهم العناوين. كوريا الجنوبية تعتزم بناء خزانات نفطية تحسبا من انقطاع إمدادات النفط عبر مضيق هرمز وانفلات أسعار النفط. المالكي يتعهد بضبط الإفادات والنفقات في الدولة بموازنة 2014. الحكومة المحلية بالبصرة ترفض اقتطاع أي مبلغ من موازنة المحافظة للعام المقبل. وصلنا للختام، إلى اللقاء.
أند جاز.